أعزائنا المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أكد مصدر أمني لمراسلة إذاعة شمس في الساحل أن أعوان الحرس الديواني تمكنوا من إلقاء القبض على قاضية بحوزتها 5 مليارات على متن سيارتها اليوم الثلاثاء، وتجري حاليا التحقيقات مع القاضية للكشف عن مصادر الأموال. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم وإلى اللقاء.